قال بعمل ايه. احنا النهارده جايين بتحدي جديد ويا رب يعجبكم. انا النهارده بقى اختراع جديد مش تحدي اختراع. لا مش اختراع ولا حاجه، دي الدولمه العراقيه انا عملتها لكم وعملت لكم في على قناه سلوكه، يا رب تعجبكم بقى. انا عملتها على قد ما اقدر بس فيها عيب واحد، اللي انا مليت الحاجه رز على الاخر يعني، ففضيت بقى مني رز زي ما انتم شايفين كده. واللحمه ايه طبعا كل واحد بقى ايه اربع حتت لحمه حلوين كده، بس حتى لحمه خمس حتت. والبتنجان بقى، اول بتنجان المفروض يبقى اسود بس انا حطيت ابيض بقى واسمه ايه ده وابيض وفوشيا واسمه ايه فوشيا ابيض وبتاع ده التاني ده وفلفل بقى وكده. بس كده خلاص. والطريقه بقى ان شاء الله كانت سلوكه. جبت وريتكم المشتريات اللي انا اشتريتها من السوق، اشتريت ايه وطريقه الدولمه العراقيه عملتها ازاي. خشوا شوفوها، ولو حد من العراق يقول انا عملتها صح ولا لا. بس فاحنا دلوقتي بقى ناكل ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا بقى ايه ناكل. انا اول مره ناكلها اصلا واول مره نعملها بالرز البسمتي. طعمها جميل. وانا اللي ما شفتي بصي اللحمه دي بقى جميله. اللحمه دي عامه حلوه قوي ومع الشربه صغيرة مقلبة المحشي كتير اهو. كل حاجة ني في ني كده جميلة. هو دوت ورق سلق وورق خس. بس طبعا مش هنقدر نكمل الطبق ده غالبا يعني عشان الرز البسمتي فيه تحس لو تقيل شويه. الرز البسمتي تقيل عن المصري بكتير. لا بيشبع بس مش تقيل عن المصري ولا حاجه. بس هو ليه مقرب للمحشي قوي. اللحمه ممتازه في التسوية دي. بيقش بصل كبير يعني ولا بصل صغير؟ الورقة اللي بتبقى البصلة دي بتفكها وتحط بتاع كده تفرغوها؟ اه. ما الأكل المصري؟ مريح وسهل وزي الفل. بالنسبة صحيح الأكل المصري، في حد في التعليقات المره اللي فاتت بيقول لك ارانب حرام. حرام ايه؟ مش فاهم. يعني ايه؟ يعني ايه اكل الارانب حرام؟ جديده دي. اول مره اسمع. اما لو قطط احنا بنعمل لنا قطط؟ انا بقول لك الارانب حرام، لو قطط بقى. حتى شطة ايه بفترة. يعني شطة مش باينة قوي اسنان في ظبيت الأوضة. أنا برضو اللي فيا فيا. كل ما أقول ما أعمل أكل ما أكلش ما بحرمش. كل ما أعمل أكل لازم أكل. ناكل كام صباح كده وانا واقفه بتتسلى يعني. هبع التحدي بشبع بقى على فوار السمنه. ده انت بقالك كم مره انت بتكسب؟ ده هي مره حلوه. انت هتنهبي
بس والله طعمها جميل. والله انت مليت الطبق بتاعي صح؟ ده انا باكل كتير ولسه مش هتاكل. مش مليت طبق زي زي انا حتى بالعدد جميل. يلا ما حسناش بقى. انت مستنيه نروح الاول صح؟ وانا والله سبحت. حاشي القوطه دي ازاي؟ القوطه ما هو رافع حشيه. لا بجد مش بيعت اصلا مليت الطبق بصراحه مليان انا اكتر. ما تقوليش قد بعض عشان باين قوي. لا قد بعض تكلمت. زهقتنا. هي مستنيه بتنقنق ومستنيه ان انا اقول لها ايه انا خلصت. والله ما بنقنق ده انا ليه مشكله اللي انا كلت وانا واقفه. قولي وانت قاعده غيري مكان. قولي بقى وريني. مش قادره. انا مش شاغل على نفسي على فكره. ما بحس ان انا مش هاكل ما باكلش. قصدك ايه طيب؟ يعني مش قادر خالص براحتي. قصدي يعني انسحب يعني مش قادر انسحب بس انا باكل لسه باكل. ايوه بتاكل وانت بصالي صح؟ اللحمة خرافية. خش على قناة سلوكة شوفوني بقى انا شارية ايه وعاملة الدولمة دي ازاي. رب يكون زي ما انتوا بتعملوها. هي حاجة غريبة علينا شوية عشان البروز بسمتي وفيها لحمة مفرومة. شوها صحية بحك. انا اللي بقى واحدة. لا هو مش هينسحب. انا اكلت ومش قادرة اكل تاني. هو مش هينسحب. ليه ما المرة اللي فاتت ما قدرتش قمت. وانا كمان والله ما قادرة. مشكلتي اللي انا بقعد اكل وانا بعمل الاكل ريحه الاكل بتبقى ايه بقى؟ ما تحكيش بس مشكلتك دلوقتي. احكي مشكلتك. هو عايزنا نسحب. انا مش عايزه انسحب بس مش قادره اكل. طب هتقعدي بقى تنقنقي. هو مش راضي ينسحب مع انه شبعان. مش راضي ينسحب علشان ما عملش فيه عقاب تاني. ماشي؟ فانا بقى مهما بص لو قعدت جنبه للصبح مش هينسحب. انا عارفه. فانا لا هنسحب. لا على فكره انا بقيت احس ان انا خلاص مش قادر. خلاص بقوم. خلاص انا مش قادره.
كلت والله كتير. اول الطبق كان مرصوص كده ومليان كتير وانا كلت كتير. رز البسمتي برضك بيشبع قوي 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 قوي. انا تبعت بس اللحمه طعمها عجبنا قوي. اللحمه حلوه جدا جدا. الشربه الحاجات بتاعت اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها مش جايه على دماغي خالص. اسمها الدولمه. ايوه الدولبه دي. الدولمه. يعني ايه دولمه؟ الدولبه اللي جوا. ليش عرفنا مالي؟ هم عرقيني مسمينها ما تروح تسالهم. هم مسمين الدولمه زي عندنا احنا المحشي. هم ما عندهمش محشي. في بلد اسمهم بيقولوا عليه الملفوف. المحشي عندنا بيقولوا عليه الملفوف. احنا عندنا محشي. عندهم هم في العراق الدولمه. المحشي بتاعهم اسمه الدولمه العراقيه. معرفش بقى ايه الدولمه العراقيه. معرفش. قلنا خلاص خلصتي؟ انا من صاحبه بقالي ساعه اصلا ومستنيه اهو. افكر رفع كوب اعوض بيه المره اللي فاتت. ربنا يستر ربنا يستر. ونرجع لكم تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع من الأول وجديد. جينا لكم بقى في العقاب بقى. في العقاب. بصوا جايب لي والنبي جايب لي ثلاثة في واحد. يعني جايب لي ثلاث عقابات. أنا مش لاقي عقاب واحد. مش لاقي حاجة عقابة بيها. فبص ده أنت جايب مخترع شوية حاجات النهاردة. مش عارف خلي تفاح نقي. دبس رمان. زيت زيتون طبعا. فقلت إيه كده كده إيه؟ أجربهم لها. تاخد من كل معلقة. أنا معرفش طعمهم بصراحة. زيت الزيتون طبعا من طعمه معروف. قلنا نجربهم لها. تاخد من كل واحده معلقه كده. بصوا خليكم شاهدين ثلاثه في واحد عشان انا بقول له علاقه ما بيرضاش يعمله. عشان ما تيجي تفكر ايه تعاقبني امسك كده بس عشان ايه ما تدهولش الدنيا. انت ايه مجبساها؟ زيت زيتون. لا زيت زيتون عادي. ماشي عادي. عادي بس الدبس الرمان بقى و... انا ما اعرفش طعمه. سلي بقى. نص معلقه. معلقه غلطة ليه؟ والله اجيب لك معلقه غلطة كمان. اجيب له معلقه كبيره المغرفه بس. كتير ده يا احمد. اشربهم ازاي؟ لا نص شويه. الدلق الدلق الدلق. حلو حلو ده مفيد على فكره. على فكره طعمه مش وحش. حياة ربنا طعمه وحش قوي. لا هو في سنه مراره صغيره. خدي حل خدي. هات لي اشرب يا سمير. هو فين الغطا؟ لا عشان زوري حرقني والله. ليه ده مريح مريح. اما بقول على حاجه ما بيرضاش يعملها. جايب لي ازاي برده انت كمان؟ ما بقول على حاجه ولا مش بيرضى يعملها وبيغلبني بوجع قلبي قبل ما بيعملها. بص مكتوب عليه عصير الرمان الطبيعي مع حبيبات الرمان. طيب زي تاني ده انت جيت بتحب الرمان كان نفسك في رمان امبارح. خد منديل. حطها على المنديل. هي مالها عاملة كده ليه؟ اما انت عايز تشربها لي. على فكرة شكله مسكر اساسا. مسكر عسل نحل. بجد والله مسكر؟ لا طبعا مش مسكر. احمد ما كترش. ماشي؟ البرايلي كمان ده انا ممكن كفايه كلها. كفايه اهو بيعمل اهو بينزل اهو. يلا يلا والله العظيم تقيل يا ابني زوري واجعني. بالهنا والشفا. الف سلام عليك. شكله مسكر. شكله مسكر والله. عامل زي العسل الاسمر. والله العظيم ان قلت لك على عقب ما مش تعمله. ايوه عشان انت عمل لي ثلاثه في واحد اهو. اتشربني ثلاث حاجات. مش هشرب على فكره الخل. انت هلفتي والله العظيم. ما تعملي ايه بقى؟ هضربني بالكلام. لا اللي انا هعمله وانت بتعمله. اللي انا اقول لك عليه تعمله بقى في التحدي. ماشي. في العقوب. هو ايه؟ تعالى هنفكر. ايه كهربتي؟ طب والله شكلك مش شغاليني. طب دوق. طب لا ده انا اللي عامله. طب دوق. انا دوق بمزاجي. طب خد دوق. يا رب تاكل معاه. دوق. ذوقوا. ايه ده؟ ايوه ده على فكره هو رمان مركز. هو فيه لسعه كده بس هو مركز عادي. طعمه زي الرمان عادي. هو بس مركز قوي. هات يا عم منديل. طب يلا عشان نخلي.
بس عشان تعرفوا اللي انا حنين اهو، مش هتخلف الكفايه على الاثنين دول. صعب قوي؟ معلش. خلاص خلاص كده العقاب؟ اه. بس هتشوفوا بقى العقاب انا هعمل فيه ايه؟ ان شاء الله هو كده كده. بص الدهوله اللي انا فيها. هو ما هو عامل كده ليه؟ هو كده كده بقى بيخسر ان شاء الله، هيخسر بعد كده على طول معايا. وانا مش هستسلم تاني، انا استسلمت عشان هو كان متضايق وزعلان وبيقول لي ايه؟ انا مش هنسحب. لا لا انا لا مش لا هخسر لا لا تاني. لا مش كده مش كده. انا قلت لك طالما مش قادره ما تاكليش. عشان انا خلاص ما بقيت في اي فيديو مش قادر بقى بسيب الاكل. ماشي خلاص. وانت ما بتكسبيش غير كده اساسا. ماشي. انا بعد كده هكسب واشوف انا هعمل فيه العقاب ايه. وخشوا بقى شاهدوا على قناه اكلات سلوكه، هسيب لكم اللينك في التعليقات تحت. اللي جايبه حاجات من السوق كده وريتها لكم، وعملت الدولبه معاكم، شوفوا انا عملتها صح ولا لا. وما تنسوناش بقى في اللايك كتير كتير كتير. انتوا بتنسوش تعملوا لنا لايك على فكره. يا ريت ما تنسوش تعملوا لنا لايك. ولو فيديو عجبكم يعني اعملوا لايك. والعجب المره الجايه في الخل ان شاء الله.